تفضل مهندس. زملائنا الأعزاء الله يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله أنه ما نكون مبارح أزعجناك وتعبناك. المحاضرة كانت إن شاء الله حلوة وكل إن شاء الله يكون استفاد منها. اليوم بدنا نحكي عن عامل مهم جدا من العوامل اللي بتؤدي إلى انتشار أو حصول فاشية المرض، وهم العاملين. إذا شايفين بداية المحتويات اللي بدنا نحكي عنها اليوم، ملوثات الغذاء، أسباب التلوث والأمراض المنقولة بالغذاء، والتعامل مع المتداولين المصابين، كيف إحنا كمفتشين نتعامل مع فاشية المرض لما نشوف العامل مصاب، شو الإصابات وشو الإجراءات اللي إحنا نتبعها مع بس نشوف الإصابة الموجودة. ما هي ملوثات الغذاء؟ زملائي الأعزاء، ملوثات الغذاء هي ملوثات فيزيكال، كيميكال، وملوثات ميكروبية. حكينا مبارح إنه كثير بهمنا موضوع التلوث الميكروبي، لأنه هو التلوث اللي بيؤدي إلى حدوث المرض أو حدوث التسمم. حكينا مبارح إنه كلمة مرض يعني تسمم. من وين تيجينا هذه الملوثات؟ هي أكيد شيء موجود بالمادة الغذائية أصولياً أو من البيئة المحيطة بالمادة الغذائية. الملوثات الفيزيائية هي ملوثات ترى بالعين المجردة، يعني إحنا بنقدر نشوفها بعيننا. الملوثات الفيزيائية هي ملوثات نقدر نستعمل أنفنا بتمييز رائحتها، نقدر نستعمل حاسة اللمس عنا عشان إحنا نميز قوامها إنه متغير أو طبيعي. طبعاً بدي أذكركم بشغلة، تغير القوام للمادة الغذائية هو ليس فقط للمادة الغذائية نفسها، وإنما في كثير من الأحيان يكون تغير القوام للمادة المغلفة للمادة الغذائية. شو يعني تغير القوام للمادة المغلفة للمادة الغذائية؟ عندنا نعطي الأمثلة عشان تكون الصورة واضحة أكثر. المادة الغذائية بتكون عندي داخل عبوة معدنية، أنا مش قادر أعرف إنه هذه المادة الغذائية فيها تغير بالقوام أو لا، بس أنا بقدر أحكم على المادة الغذائية إنه فيها علامة فساد أو علامة تلوث من خلال تغير قوام المادة المغلفة إلها اللي هي العبوة المعدنية. يعني إذا كانت هذه العبوة المعدنية فيها انتفاخ من جهة واحدة أو من جهتين، انبعاج يعني بيكون في عندي كت بالعبوة بحيث إنه يكون اللكر الداخلي صار فيه عملية تكسير وتفاعل ما بين المادة الغذائية والمعدن اللي مصنوعة منه العبوة المغلفة إليه. أو على سبيل المثال بيكون عندي في مادة غذائية محفوظة في عبوة مفرغة من الهواء vacuum. هذه العبوة إحنا كيف بنحكم على إنه في تغير بقوامها؟ إذا كان الإفراغ الهوائي اللي موجود فيها رايح، يعني بيكون الهواء دخل للمادة الغذائية. هذا النوع من التغير الفيزيائي إحنا بنحكي له تغير بقوام المادة المغلفة للمادة الغذائية وليس المادة الغذائية نفسها. يعني حبة الجميد إذا كانت محطوطة بكيس فاكيوم وداخلها هواء، ممكن حبة الجميد بالفحص الحسي ما أشوف فيها تغير، لكن بيكون في تغير بالمادة المغلفة إلها، فهذا بنعتبره نوع من أنواع التلوث الفيزيائي، وإحنا بناء عليه بنقدر نحكم على أنه هذه المادة الغذائية احتمالية تلوثها صارت عالية، لأنه عامل الحفظ اللي موجود هي فيه قد تغير. هذا بالأمثلة عشان نفهم شو يعني تغير القوام للمادة المغلفة للمادة الغذائية. هذا التلوث الفيزيائي اللي بيجينا من الخارج عادة ما بيكون من داخل المادة الغذائية، هذا التلوث الخارجي احنا
احنا بنقدر نشوفه زي ما حكينا. بناء على ذلك احنا بنحكم على انه هذه المادة ممكن تكون مسبب للمرض او لا. التلوث الجرثومي هو وصول ميكروب الى المادة الغذائية بحيث يحدث فيها تغير بصفاتها الطبيعية اللي هي موجودة فيها، يعني بحولها من صفتها الطبيعية إلى صفة أخرى تظهر لنا بالفحص الحسي بأنها ملوثة ميكروبيا. التلوث الكيماوي هو مش شرط أنه يكون بس مادة كيماوية، لا، إحنا بقانون الغذاء في عندنا أنواع من الغذاء مصنفة بالقانون، خاصة الغذاء المخالف. إحنا بنحكي الغذاء المخالف عندنا بقانون الغذاء رقم 30 لعام 2015 هو ثلاث أنواع. النوع الأول من الأغذية هي الأغذية الموصوفة وصفاً كاذباً. النوع الثاني هو الغذاء المغشوش. والنوع الثالث هو الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري. طبعاً الغذاء الموصوف وصفاً كاذباً يندرج معه أكثر من نوع غذاء، يعني أكثر من صنف. من ضمن هاي الأصناف الموصوف وصفاً كاذباً أن يكون هناك مضاف كيميائي مثل محسن، مثل صبغة، مثل نكهة، مثل مادة حافظة، بتكون مسموحة بهذا المنتج لكن غير مذكورة على بطاقة البيان، أو مسموحة بهذا المنتج وبتكون أعلى من الحد المسموح فيه. هذا بالغذاء الموصوف وصفاً كاذباً. بالغذاء المغشوش بتكون مسموحة بمنتج وموضوعة بمنتج آخر، يعني مسموح عندي أني أحط مادة محافظة سين بغض النظر إيش ما كانت بمنتجات المعلبة، لكن ممنوع أحطها على اللبنة، ممنوع أحطها على منتجات الألبان بشكل عام. هذا الغذاء نعتبره غذاء مغشوش. الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري أني أكون أضفت مادة كيميائية ممنوع استخدامها نهائيا بالغذاء. معاك بعتذر على المقاطعة بس مش قادرة أميز بأي سلايد أنت. بعدنا بنفس السلايد ما غيرت. أوكي. إنه ممنوعة هذه المادة المضافة، ممنوعة تماما استخدامها بالغذاء. إذا تم استخدامها يتحول الغذاء إلى غذاء غير صالح للاستهلاك البشري. إذا التلوث الكيماوي هو لا يقترن فقط بإني أنا أضيف مواد كيماوية، أو ممكن يوصل مواد كيماوية مثل المنظفات أو المعقمات أو إلى آخره غير مسموحة بالغذاء، لكن إحنا بنعتبر أي شيء additives مضاف، سواء زي ما حكينا كان لون، نكهة، صبغة، مادة حافظة، إيش ما كانت، بغير نص القاعدة الفنية الخاصة بالمنتج يعتبر تلوث كيماوي. راح نشوف السلايد اللي بعده. شوفوا كيف مثلا هذه الصورة بتعبر عن بعض الأمور. لاحظوا الصورة اللي على اليسار، هذا التلوث احنا بنعتبره تلوث فيزيائي، كونه وجود قطعة معدنية على المادة الغذائية بتكون ظاهرة وبنشوفها احنا بعين المجردة. الصورة اللي بالأسفل هي صورة تدل على وجود تلوث ميكروبي أو تلوث حيوي، احنا بنقدرش نشوفه إلا عن طريق المجهر. لاحظوا التلوث اللي فوق هو تلوث كيميائي. لا تسمحي لي بس نقدر نسأل سؤال إذا حدا بيقدر يجاوبه، وين التلوث الكيميائي بالصورة اللي على اليمين بالأعلى؟ زملائنا هلا السؤال انطرح وياريت الكل يجاوب على الشات بوكس. ممكن تعيد السؤال مهندس؟ إيش إحنا حكينا إنه التلوث اللي فوق على الصورة باليمين من الأعلى اللي هو هذا الزرع اللي مزروع عبارة عن تلوث كيميائي، بس كيف هذا تلوث كيميائي؟ يعني أتوقع الصورة ممكن تكون واضحة.
مبيدات، صحيح ممكن يكون مبيدات، تلوث، مبيدات، مبيدات. طيب إذا ممتاز، هو مبيدات أو ممكن تكون مياه ري، مياه ري عادمة بتؤدي إلى تلوث هذا المنتج، لكن هو بما أنه إحنا بنحكي عنه كيماوي إذا لازم يكون عبارة عن مبيدات. صحيح مزبوط 100%. شو هي أسباب هاي التلوثات اللي ممكن إحنا نحكي عنها؟ شوف الصورة الجميلة هاي اللي هذول الناس، الصورة اللي بعدها ألا أنا لو سمحتي، راح نشوف إنه هذول الأشخاص كلهم إحنا بنحكي عنهم ما في عندهم أي نوع من أنواع النظافة الشخصية. النظافة الشخصية بجوز امبارح حكينا عنها بصورة سريعة، إحنا ما بنحكي على إنه الشخص نظيف إنه تكون ملابسه نظيفة، لا، ولا بنحكي على إنه الشخص نظيف فقط إنه يكون مقلم أظافره ولا قاص شعره. الشخص نظيف هو شخص اللي بيتعامل مع الغذاء، هو نفس الشخص اللي بيتعامل مع المريض داخل غرفة العمليات. إحنا هيك لازم يكون الشخص اللي بيتعامل مع الغذاء، لازم يكون لباسه كامل، نظافته الشخصية من شعر وأظافر وزي ما أنتم شايفين ملابسه وحتى الحذاء اللي بيكون لابسه، هذا كله بده يكون نظيف، ما بتظهر عليه أي علامات تلوث ظاهرية بالعين المجردة. هذا الشخص باستمرار لازم يكون عنده كلين لإيديه وتعقيم، يعني إحنا إذا بنقرأ بمنظمة الصحة العالمية بيحكي لك إنه كل 15 دقيقة لازم الشخص يعمل غسيل لإيديه وتعقيم. هذا إحنا بنحكي عن الشخص الذي يتداول بالغذاء، كل 15 دقيقة لازم يغسل إيديه ويعقمهم ويرجع يكمل شغله بالغذاء. شوفوا الناس هذول اللي إحنا شايفينهم بالصورة، كل واحد عنده ممارسة خاطئة، دخان، حك الشعر، حك الأنف، حك الأذن، لعق الإصبع، العطاس إلى آخره. هذول كلهم هذه إحنا ملابس غير نظيفة، هذول الناس بنعتبرهم النظافة الشخصية عندهم معدومة. وإذا بتتذكروا امبارح حكينا عن موضوع إنه حتى الشخص اللي بيشتغل بالغذاء لازم ما يكون حتى حاط عطر على جسمه، كونه أي مادة غذائية بالدنيا هي تعتبر مادة غذائية عاشقة للرائحة، والمواد الغذائية كونها مواد غذائية عاشقة للرائحة يعني ممكن يوصلها أي رائحة بتكون مع الشخص المتداول فيها، سواء عرق أو عطور. فلذلك إحنا بنمنع هذا الشخص إنه حتى يحط عطر. بالنسبة للعاملات وليس العاملين، إحنا بنمنعهم إنهم يكونوا لابسين بإيديهم الجويلز اللي هي المجوهرات، سواء حول الإصبع أو حول الرسغ. حتى الشباب يعني ممنوع يلبسوا هذا الشيء، بالإضافة إلى أنه ممنوع المكياج للبنت اللي بتشتغل بالغذاء من مناكير وإلى آخره، كونها تتعامل مع مادة غذائية سهل أنه يوصلها أي تلوث منها كفتاة، إلى من هذه الفتاة إلى المادة الغذائية. إحنا بنمنع هذا الشيء كله لي ضمان مأمونية سلامة الغذاء اللي بيتم تداوله. الصورة اللي بعدها، خلصنا من موضوع النظافة الشخصية الخاصة بالعاملين. شوفوا كيف الأدوات اللي احنا بنشتغل فيها. الأدوات اللي احنا بنشتغل فيها نوعين، أو بنحكي عنهم مخطرين. المخطر الأول إنه المادة، الأداة اللي أنا بستعملها إنها تكون أداة غير نظيفة وغير مخصصة لهذا المنتج، يعني غير نظيفة إنه فيها تلوث ظاهري شايفينه إحنا بعيننا المجردة، وإنها تكون غير مخصصة لهذا المنتج، يعني إنه أنا في عندي خاصة بموضوع التحضيرات داخل المشاغل إنه أنا بخصص الأداة حسب اللون، بخصص اللون الأحمر للحوم، اللون الأصفر للدواجن، اللون الأخضر للخضار، وهكذا بيكون الشخص بيستخدم الأداة في غير مكان عملها. هذا أحد أسباب التلوث للأدوات. السبب الثاني، الأدوات اللي أنا بستعملها بالغذاء وخاصة بعملية التحضير، إحنا بنعتبرها أو تعامل معاملة المادة الغذائية. عشان هيك المؤسسة العامة للغذاء والدواء بمديرية الغذاء فيها شعبة كاملة لموضوع التعبئة والتغليف أو الأدوات المستخدمة بالغذاء،
يجب أن تكون جميع الأدوات المستخدمة مصنوعة من مواد آمنة على الغذاء food grade، يعني ممنوع استخدام أي مادة بلاستيكية أو معدنية، إيش ما كان نوع المعدن، نحاس، ألمنيوم، حديد، ستانلس، إذا ما كان مخصص للغذاء يمنع استخدامه بالغذاء. لإضافة معلومة، إذا بتتذكروا قبل شوي حكينا عن أصناف الغذاء، أحد أنواع الأغذية اللي مخالفة حسب القانون هو الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري. من ضمن الأغذية الغير صالحة للاستهلاك البشري هي الأغذية التي يتم حفظها في عبوات أو يتم استخدام أدوات لتحضيرها مصنوعة من مواد غير آمنة على الغذاء. مباشرة إذا أنا شفت إنه في عندي مادة غذائية داخل منشأة غذائية مخزنة بعبوة بلاستيكية مصنعة من بلاستيك غير آمن على الغذاء، لا يحمل شعار الفود جريد، مصنع بمصنع غير مرخص، مباشرة تتم معاملة الغذاء المحفوظ بداخله على إنه غذاء غير صالح للاستهلاك البشري، كونه إحنا ما بنضمن سلامة الغذاء، كونه حصل أكيد شيء اسمه immigration، هجرة من البلاستيك للغذاء، وصار في عندي أكيد تلوث كيميائي ممكن يؤدي إلى مشاكل للشخص الذي يتناول هذا الغذاء. فعشان هيك إحنا بنعتبره غذاء غير صالح للاستهلاك البشري ويتم إتلافه مباشرة، حتى يعني ما في نقاش في إنه أنا أتلفه أو لا، مباشرة لازم أتلفه. فالأدوات تتلوث بطريقتين حكينا، إنه بالأصل ممكن يكون التلوث عليها ظاهري أو تستخدم في غير مكانها. اثنين، الأدوات يجب أن تكون مصنوعة من مواد آمنة على الغذاء. السلايد اللي بعده، لا لو سمحتي، استخدام المياه الملوثة. استخدام المياه الملوثة شو ممكن يعمل لي تلوث داخل المادة الغذائية؟ أكيد راح يعمل لي تلوث مايكروبي، كونه المياه العادمة أو المياه الملوثة فيها كثير من أنواع الميكروبات اللي ممكن إنها تنتقل من هذه المياه إلى الغذاء، سواء كان الغذاء مزروعات أو كان الغذاء أنا بستعمل هذه المياه لغسيله. بغض النظر إيش كان نوع الاستخدام، احنا بدنا نتاكد انه الماء المستخدم هو ماء ملوث او ماء نقي او ماء معالج او ماء معقم. الماء الذي يستخدم بتحضير الغذاء يجب ان يكون مياه معالجه، يعني مياه معالجه حتى نسبه التي دي اس، نسبه الاملاح الصلب الموجوده فيها لازم تكون حسب القاعده الفنيه الخاصه بمياه الشرب، نسبة الكلور حسب نفس القاعدة، المياه تكون معقمة سواء بيو في بوحدات معالجة معينة. المهم اللي أنا بدي أستخدمه بالغذاء بغسيل أو بتحضير أو بطبخ أو إلى آخره يجب أن تكون مياه صالحة للشرب، نفس معاملة المياه الصالحة للشرب. يمنع استخدام المياه الملوثة أو مياه التنكات أو مياه يعني أنا بعرف إنه هسه في كثير من الزملاء يتراود في ذهنهم إنه في كثير منشآت غذائية بتعتمد على مياه سلطة المياه. مياه سلطة المياه هي مياه شرب تعتبر حسب ما بيراقبوها زملائنا بسلطة المياه، وبتم جمع عينات منها وفحصها في مختبرات البيئة الخاصة بوزارة الصحة، وأي شيء بيكون في مشكلة فوراً هم بيعملوا معالجة هذا الموضوع. أيوة. التلوث اللي بعده هو التلوث التبادلي اللي كروس كونتامينيشن. بتعرفوا حكينا قبل شوي انه احنا بنستعمل الادوات في غير اختصاصها او في غير موقعها او مع الماده الغذائيه المغايره للشيء اللي انا لازم استخدمه لهذه الادوات. شوفوا كيف مثلا الصوره هذه، الشخص هذا بيقطع اجبان وبيقطع لحوم او بيحضر لحوم وخضار وغذاء جاهز للأكل مطبوخ كلياته بنفس المكان، يعني في عندي مواد أولية رو خام وفي مواد مطبوخة وفي مواد نصف مطبوخة. هذا كله احنا بنسميه كروس كونتامينيشن، يعني انا ممكن يصير عندي تلوث
ما بين المادة الغذائية التي تحمل الميكروب، بصير عندي انتقال من الميكروب من هذه المادة إلى المادة التي لا تحمله أصلاً. عشان هيك إحنا بالمنشآت الغذائية بنركز كثير على موضوع فصل أماكن التحضير، الدواجن لوحدها، اللحوم لوحدها، الأسماك لوحدها، الخضار والمقبلات لوحدها، بحيث أن أقوم بمنع حصول الكروس كونتامينيشن اللي إحنا بنحكي عنه. حتى بعملية التخزين الأصل إنه يكون في عندي فصل ما بين هذه المواد، حتى لو كانت مواد غذائية مجمدة، لأنه أنا في لحظة من اللحظات ممكن يكون في عندي عطل، ممكن يكون في عندي عدم وصول درجة حرارة لدرجة الحرارة المناسبة للتجميد، فأنا لضمان مأمونية سلامة الغذاء يجب أن أقوم بفصل جميع المواد الغذائية عن بعضها، بحيث أمنع حصول التلوث التبادلي ما بينها، لأنه في عندي ميكروبات بتكون بنفس المنتج بتموت، لكن إذا راحت لمنتج آخر أنا ما بعالجه حراريا، أنا ما بعمل له يعني معاملة حرارية، عشان هيك ممكن أنا أتناوله يكون ريدي تو إيت وأتناوله وأخذ البكتيريا كاملة كما هي. السلايد اللي بعده ألاء لو سمحتي. تمام. بس زملائنا اللي عاملين raise hand، إذا في عندكم أي استفسار بليز ابعتوه على الشات بوكس. من هو العامل المتداول للمواد الغذائية؟ مين هو هذا الشخص؟ من هو هذا الشخص؟ هو أي شخص يلامس أثناء عمله المواد الغذائية غير المغلفة أو الأدوات التي تستخدم في إعداد الطعام أو الأسطح التي قد تلامس أي مادة غذائية. إذن يعني هو الشخص اللي بيتعامل مع الغذاء أو الأدوات أو الأماكن التحضير، هذا الشخص إحنا بنعتبره هو الشخص المتداول بالغذاء. تتوقعوا إنه هذا التعريف يكفي؟ يعني عشان نوسع الفكرة أكثر، الشخص اللي في المزرعة هو متداول الغذاء، الشخص الناقل للمادة الغذائية هو متداول الغذاء، الشخص الذي يقوم بتحضير المادة الغذائية هو متداول الغذاء، الشخص الذي يقوم بتقديم وعرض المادة الغذائية هو متداول الغذاء. إذن أي شخص يتعامل مع المادة الغذائية من المزرعة حتى صحن المستهلك هو شخص متداول للغذاء. تنطبق عليه شروط اللي حكينا عنها قبل شوي. ما ننسى أنه هذا الشخص يجب أصلاً أن يكون خالي من الأمراض السارية أو معه شهادة خلو أمراض حاصل عليها من الجهات المعنية، والشخص لا تظهر عليه أي علامات مرضية أثناء التداول بالغذاء، وما في أي جروح أو خدوش أو تقرحات جلدية أو دمامل وإلى آخره، راح نحكي عنها كمان شوي. بقانون الغذاء إذا بتشوف رقم 30 من سنة 2015 لمراقبة المؤسسة الغذائية وعمل برنامج رقابة ذاتية بداخلها، القانون حسب القانون يجب على المؤسسة الغذائية تعيين شخص مسؤول داخل هذه المؤسسة الغذائية عن جميع المهام التي تتعلق بسلامة الغذاء. يعني هو هذا الشخص بده يتابع موضوع البنية التحتية اللي حكينا عنها امبارح، بده يتابع موضوع العاملين، بده يتابع موضوع المادة الغذائية وطرق تحضيرها وحفظها وإلى آخره، بده يتابع الشيء اللي خاص بأدوات التحضير، وبده يتابع حتى التراخيص والموافقات الصادرة عن الجهات الحكومية بده يكون متابعها. يعني هذا الشخص مهمته هو خلينا نحكي مفتش خاص داخل المؤسسة الغذائية، وهو المسؤول عن أي خطأ ممكن يكون داخل هذه المؤسسة. احنا عندنا هون بالعاصمة كثير من المؤسسات الغذائية عملت اتفاقيات مع اشخاص موظفين لديهم بانه يكون هذا الشخص هو الشخص المعني، وكانت حتى احيانا اذا كان يكون في عندنا مشكلة كانت المخالفة تصدر باسم الشخص المعني، لانه القانون بيحكي بما انه هو عينه
بموافقة الطرفين وفي اتفاقية ما بينهم يتم إبرازها وحفظها في ملف هذه المؤسسة الغذائية، بيكون هذا الشخص هو الذي يتم مخالفته وليس صاحب المنشأة الغذائية. السلايد اللي بعده أنا أيوة. العامل هذا كيف بينقل التلوث؟ العامل بينقل التلوث عندما يكون مصاب بمرض، يعني إذا أنا اكتشفت أنه أحد العاملين يعمل في مؤسسة غذائية ما بيكون حاصل على شهادة صحية أو شهادة خلو أمراض، ويكون معه مرض ينتقل عن طريق الغذاء مثل مثلا التهاب الكبد الوبائي، هذا العامل فورا أنا راح أتعامل معه بطريقة هلأ راح نحكي عنها بعد شوي. هذا العامل هو أحد أهم العمال اللي ممكن ينقل الفاشية أو المرض إلى الغذاء، ومن الغذاء ينتقل للشخص اللي راح يتناول هذا الغذاء. الشخص المريض أو المصاب بمرض ممكن أنه ينتقل عن طريق الغذاء، هذا الشخص هو أحد الأشخاص اللي أو هو أحد أسباب التلوث للمادة الغذائية. اثنين، الشخص اللي عنده جروح أو خدوش أو إصابات في الجلد زي ما هو مكتوب، مثل إصابات الجلدية مثل الدمامل، التقرحات، أي شيء ممكن ينتقل من جلده إلى المادة الغذائية، وجرحه ممكن يوصل للمادة الغذائية، يعني التقيحات اللي تنزل من الجرح، الدم اللي ممكن ينزل من الجرح إذا وصل للمادة الغذائية أكيد بيكون هذا مصدر للتلوث وانتقال المرض من هذا الشخص إلى المادة الغذائية ثم إلى المستهلك. حكينا مبارح إذا بتتذكروا عن الستاف، إذا هذا الشخص بحك أنفه باستمرار أو بلامس شعره أو وجهه أكيد ممكن ينقل الستاف اللي موجودة عنده إلى المادة الغذائية ومنها تنتقل للمستهلك. ملابس العمل والأدوات الوقاية الشخصية، غطاء الرأس والقفازات ذات الاستخدام لمرة واحدة. احنا انا بالنسبه لي دائما بحب انه الذي يتداول بالغذاء يعني يكون لابس درع، يعني كلمه درع تعني ان يكون جسمه كامل مغطى اثناء التداول بالغذاء، والغطاء اللي بيكون مغطي جسمه لازم يكون نظيف وامن، ما يكون فيه اصلا حتى تلوث ميكروبي، يعني مغسول كويس معقم كويس بحيث انه اكون ضامن اقصى درجات الامان للماده الغذائيه، يعني يكون مغطي رأسه. إذا كان من الناس اللي عندهم لحية الشعر أو شعر اللحية طويل لازم يكون مغطي شعر اللحية، لازم يكون مغطي جسده بشكل كامل، حتى يعني اللباس اللي بيكون لابسه أو الجاكيت أو الواتيفر اللي بيكون لابسه لازم يكون مغطي لغاية الرسغ، وبالنسبة للكف لازم يكون لابس قفازات آمنة، وتكون هذه القفازات ذات الاستخدام لمرة واحدة، مش أنا كل يوم باجي بحطهم بخزانتي وبلبسهم، أكيد لا، هي استخدامها ديسبوزابل لمرة واحدة فقط. لازم يكون لابس حذاء مناسب، وهذا الشخص حكينا أنه لازم يغسل إيديه باستمرار، وزي ما قلت لكم هو يفضل أنه كل 15 دقيقة هذا الشخص يغسل إيديه ويعقمهم ويغير القفازات اللي بيكون لابسها ويلبس إشي جديد ويكمل عمليات التداول مع الغذاء. السلايد اللي بعده أنا. بالسلايد إذا بتقرأوا هو أحد العامل، هو أحد مصادر التلوث. أنا بالنسبة إلي بعتبره هو أهم شخص ممكن إنه يكون مصدر للتلوث. الميكروبات اللي ممكن تنتقل عن طريقه اللي هي زي ما حكينا المرض هيباتيتس A، النوروفيروس، الشيجيلا، السالمونيلا، الإشريشا كولاي، هذه كلها بكتيريا عفوا تنتقل من متداول الغذاء. لا السلايد اللي بعده لأنه لو سمحتي أيوة
تنتقل من متداول الغذاء إلى المادة الغذائية. وإحنا الخطورة الأكبر بأنه هذه البكتيريا أو هذه المسببات المرض إنها تنتقل من الشخص المتداول بالغذاء إلى الغذاء الجاهز للأكل، يعني مش إلى المادة الأولية اللي ممكن أنا أعملها معاملة حرارية وممكن أقضي على جزء كبير من هذه المسببات. لا، إحنا بهمنا أو بخوفنا إنه ينتقل للشخص أو للغذاء اللي ممكن يكون اللي بيكون جاهز للأكل. عشان هيك إحنا هذا الشيء اللي بخوفنا، فممنوع هذا الشخص إنه يكون مريض أو زي ما حكينا قبل قليل. طيب، هذا الشخص برضه مش بس ممكن إنه ينقل المرض، أو السلايد اللي بعده، لا، مش ممكن إنه ينقل المرض أو مسبب المرض فقط للغذاء من ثم للمستهلك. لا، هو ممكن يعدي زميله، ممكن يعدي الزبون أو الشخص المستهلك للغذاء بشكل مباشر. يعني بتروح أنت على أحد المطاعم بتطلب منه نوع معين من أنواع الغذاء، الشخص اللي بده يقدم لك الغذاء هذا عشان أنت تأخذه وتضلك طالع من عنده، إذا صار في بينك وبينه تعامل كزبون أو كمستهلك، هذا الشخص ممكن يقول لك العدوى أو المرض اللي مصاب هو فيه، من سعال، عطاس إلى آخره، حتى لو كانوا أيديه ملوثات وسلم عليك ممكن يقول لك التلوث. فمش شرط بس إنه ينقله عن طريق الغذاء، بس إحنا بهمنا كثير موضوع إنه يوصل التلوث هذا للغذاء. الصورة اللي بعديها راح تشوفوا شو يعني جرح. هذا يسمى جرح وليس خدش. لاحظوا الانتفاخ اللي ظاهر هذا عندي، هذا بيكون في تجمع لكريات الدم البيضاء اللي بتظهر عندنا بشكل تقيحات تظهر من هذا الجرح. بيكون الجرح مكشوف، هذه مشكلة إذا كان هذا الجرح مكشوف، لأنه راح نشوف السلايد اللي بعده إنه هذه الجروح أهم مصدر ممكن إنها تنقله، اللي هو الستافيلوكوكس أوريوس، واللي بيعمل بتنتقل للغذاء. إحنا إيش بنعمل مع الشخص المجروح أو المخدوش أو اللي عنده إصابة جلدية؟ إيش الإجراء اللي إحنا بنعمله كمفتشين لمنع وصول المرض أو انتقال التلوث أو انتقال مصدر المرض إلى المادة الغذائية؟ هذا الشخص مباشرة نحكي له إنه أنت بداية لازم تغطي هذا الجرح أو الإصابة الجلدية، وعزلها تماما، يعني مش بس تغطيتها بلزقة جرح صغيرة، لا، عزلها تماما. وإحنا كمفتشين ميدانيين يعني نرتقي ومنبلغ الشخص المسؤول داخل المنشأة الغذائية بأنه هذا الشخص ما يشتغل بالغذاء بشكل مباشر. هذا الشخص يجب أن يغطي الجرح ويحكم إغلاقه ويروح يشتغل بمكان ما في تداول للغذاء، يعني يشتغل على كمبيوتر، يشتغل على كاش، يشتغل بحيث أنه ما يكون متداول مباشر للغذاء لحين الشفاء من إصابة اللي عنده. هذا بالنسبة للجروح والخدوش. لاحظوا هذا الشخص بالصورة التي تليها شو بيعمل. هذا الشخص ملتزم بلباسه مع انه هذا الكم القصير هذا احنا بنمنعه للشخص المتداول بالغذاء، لازم يلبس كم طويل. هو عم يعمل ممارسة صحية خاطئة بانه يقوم بالعطس داخل القفازات او داخل ايديه، هو هيك بفكر انه هو منع وصول العطاس اللي عم يعطسه للماكنة او المادة الغذائية اللي عم بتداول فيها، بس هو اكيد وصلها عن طريق ايديه. هذه ممارسة صحية خاطئة. هذا الشخص هو مريض بأمراض الجهاز التنفسي، إيش ما كان نوع المرض اللي بالجهاز التنفسي، سواء كان إنفلونزا، سواء كان رشح، سواء كان سعال إلى آخره. هذا الشخص مباشرة إحنا بنقول له ممنوع تتداول بالغذاء، بنحطه برضه بمكان ما في تداول للغذاء، وإحنا بنسمح له حتى يعني بنقول له إنه تغادر المكان كله، وما بنسمح له يرجع لشغله الأصلي إلا بعد حصوله
السلايد اللي بعده لا لو سمحتي، الا بعد حصوله على تقرير طبي بخلوه من المرض. يعني هو لازم يجيب تقرير طبي بانه انا شفيت من الانفلونزا، من السعال، من الرشح اللي عندي، عشان هيك نحن بنسمح له انه يرجع للغذاء، يكون تقريره الطبي من طبيب معتمد طبعا لدى الشركه او الجهه المعنيه. التهاب الامعاء الحاد، السلايد اللي بعده يا الاء. التهاب الامعاء الحاد، هذا عند مين التهاب الامعاء الحاد؟ عند متداول الغذاء، عند الشخص اللي بيتداول بالغذاء. احنا بنشوف في بعض الاشخاص ندخل على مؤسسات غذائيه نكشف عليهم، سواء كان الموضوع بالكشف الروتيني او بالكشف الاستقصائي الغذائي اللي حكينا عنه امبارح. هذا الشخص بنشوف عنده اعراض الاسهال، دياريا، استفراغ اللي هي الفوميتنج، المغص، الغثيان، وممكن يكون في عنده ارتفاع بدرجات الحراره، الهزلان، عدم القدره على الوقوف، تغير او شحوب بالوجه. هاي الاشياء كلها بتاكد لي او بتشير لي الى انه إن هذا الشخص عنده التهاب بالامعاء او عنده مشكله بامعائه. هذا الشخص انا شو لازم اعمل له؟ خاصه اذا كان عنده اسهال او استفراغ. لازم فورا اوقفه عن العمل ولا يشتغل باي ماده غذائيه، حتى المكان اللي فيه تداول للغذاء ممنوع يكون فيه نهائيا. وبعمل على استبعاده، وبعمل على استبعاد هذا الشخص لمده 48 ساعه، او حتى يقوم هذا الشخص باحضار تقرير طبي بعدم اصابته بمرض معدي. ويفضل ان تتم عمليه الاستبعاد باعطائه اجازه الى اخره. هذا شيء يخص الشؤون الاداريه الخاصه بالمنشاه الغذائيه. المهم انه هذا الشخص ممنوع يتداول بالغذاء ولا يظل في المكان اللي فيه غذاء، ولازم لما بده يرجع لعندي لازم يجيب لي تقرير طبي بانه ما عنده اي نوع من انواع الاصابه بالامراض المعديه. بالاضافه الى انه انا بوعيه، بحكي له في حال عودتك للعمل لازم انت تستمر او تلتزم بموضوع غسل الايدي باستمرار بالطريقه الصحيحه. طبعا اي ثينك انه انتم زملائنا بتعرفوا كلكم كيف الطريقه اللي بنغسل فيها ايدينا. اهم شيء فيها انه انا اوصل لجميع مناطق اليد، والغسيل يكون لمده كافيه لا تقل عن 20 21 ثانيه، وتتم عمليه شطف هذا الماده الكيميائيه اللي انا بغسل فيها بطريقه جيده، ومن ثم تعقيم او تنشيف اليد بشيء ديسبوزابل وتعقيمها، ثم العوده الى العمل. السلايد اللي بعده انا، واللي بعده لو سمحت لانه حكينا عنه. تمام. هذا التلون او الاصفرار في بياض العين، مين بيعرف ايش هو؟ نجاوب بس لو سمحتوا على على البوكس. تمام سوسن، صحيح صحيح صحيح. اذا هذا الاصفرار اللي احنا عم نشوفه هون عند هذا عين هذا الشخص اللي امامنا، بس اشوفه انا بتاكد تماما بانه هذا الشخص عنده التهاب الكبد الوبائي A او الف. يعني هذا الشخص مصاب بالتهاب الكبد الوبائي A. السلايد اللي بعده اعراضه هي اصفرار بياض العينين والجلد او التعب او الوهن والاسهال والحمى. يعني اهم شيء انه انا كمفتش ومهندس زراعي، انا مش طبيب، لكن انا بقدر اميز انه اذا في عنده الاصفرار واصل لهذه المرحله لازم اكون عندي علم ودرايه بانه هذا الشخص مصاب بالتهاب الكبد الوبائي الف. شو بدنا نعمل مع هذا الشخص المصاب بالتهاب الكبد الوبائي؟ هذا الشخص المصاب بالتهاب الكبد الوبائي لازم، ما اقول له روح روح، بحكي له روح تعالج. يعني لازم اوفر له رعايه صحيه، لازم الزم صاحب المنشاه الغذائيه بانه يعالجه، لانه هذا الشخص الكل بيعرف انتم زملائنا بانه التهاب الكبد الوبائي ايه مش سهل، وانا بمنعه من العمل بالغذاء
لمدة لا تقل عن أسبوع مينيمم. ف يعني لازم يغادر مكان العمل وياخذ العلاج الكافي، وما يرجع إلا بتقرير بأنه تم شفاؤه تماما من هذا المرض، لأن التهاب الكبد الوبائي A اللي هو الهيباتيتس A هو أحد الأمراض التي تنتقل عن طريق العامل المتداول للغذاء إلى الغذاء إلى المستهلك. شوف السلايد اللي بعده. العامل المصاب بالإسهال، هذا سؤال حكيناه قبل شوي، إنه إحنا ما بنعطي إجازة أو بنعطي 48 ساعة أو 24 ساعة أو 7 أيام أو حتى يجيب لي إثبات مخبري إنه ما عنده أي جرثومة تنتقل بالغذاء، أي جواب فيهم الصح؟ نجاوب 5 دال. احنا بنحكي عن الشخص المصاب بالإسهال، اثنين 48 ساعة آخر خيار، 5 24 الأفضل 7 أيام الأولى. لا احنا هيك معناها مش كاينين معاي بالمحاضره، في ناس نعسانين. احنا بنحكي عن الاسهال، اذا احنا ما بنحكي عن التهاب الكبد الوبائي اي، احنا حكينا عن الاسهال، انه احنا الاسهال نحكي لهذا الشخص انه انت بتغادر مكان العمل تماما، بتغيب لمده 48 ساعه اللي هو الخيار رقم 2، وما بترجع الا بتقرير طبي يثبت خلوك من الامراض المعديه. هذا بيكون عنده الشخص التهاب أمعاء حكينا احنا، او مشكله بالامعاء. 48 ساعه، شوف السلايد اللي بعده بيلخص شوي احسن. يعني الاستفراغ 48 ساعه، اليرقان اللي هو في بيكون في عنده هيباتيتس A 7 ايام، الجروح والخدوش يعني احنا بنقول له انه غطي ايدك كويس بس اشتغل بمكان ثاني غير مكان الغذاء. اجازه المتداول خلال الفترة هذه يعني أمور تتعلق بموضوع الشؤون الإدارية الخاصة بالمنشأة الغذائية، وزي ما بيحكوها الوقاية خير من قنطار علاج. شوفوا هذا الشخص سلايد اللي بعده، على لو سمحتي اللي بعده اللي بعده اللي بعده. هذا شخص بيغسل إيديه، لاحظوا كيف هذه عملية الغسل بمادة كيميائية. آخر سلايد على بالله لو سمحتي، شوفوا يا أخوان، لا آخر سلايد على. شوفوا مثلا هذول الناس الثلاث أشخاص اللي موجودين، إن فيهم ممارسات صحية خاطئة وفي عندهم مشكلة. حددون، نحاولوا حددهم إيش المشكلة اللي عندهم، نشوف مين يشوف أشياء سجائر ومجوهرات أقلام. صحيح يدخل الأول. طيب مين معنا؟ وين الشباب؟ ولا واحد من الشباب بيكتب، كلهم بنات. أظافر، لبس المجوهرات، بنات، سارة. طيب انتوا لاحظوا حتى الطاولة اللي عليها المادة الغذائية، المادة الغذائية مكشوفة، المادة الغذائية في حواليها أغراض أو أشياء خاصة بهذول العاملين، وهذا الشيء ممنوع. ما أنا حكيت لهم حكوا كثير مهم. هذا المهندس مأمون بيحكي لي إنه أنتم اللي لازم تحكوا كل شيء على الشات. مهندس المناكير، صحيح اللبس ملوث. محمد بيحكي لك كل شيء عندهم مشكلة. المفاتيح، صحيح في شخص مجروح، نعم صحيح. إذا هذول الأشخاص بيمثلوا أشخاص مئة بالمئة، بيمثلوا
هذول الأشخاص متداول الغذاء الذي ينقل المرض إلى المادة الغذائية أو مسبب المرض، ومن ثم وصولها إلى المستهلك. طيب أنا قرأت كثير، أنتم كتبتوا أشياء. إيش بنعتبر الأقلام أو المجوهرات اللي بيلبسها الشخص اللي بالنص؟ هذا التلوث اللي ممكن ينقله هذا الشخص للمادة الغذائية، إيش هو؟ أي نوع من أنواع التلوث؟ المهندس أحمد بيحكي فيزيائي، ورؤى بتحكي فيزيائي، صحيح، ممتاز. طيب الشخص اللي مجروح، التلوث اللي ممكن ينقله إلى الشخص اللي ممكن ينقله مايكروبي ستاف، ممتاز، مايكروبي جرثومي وإلى آخره. طيب الشخص اللي عنده عطاس، هذا اللي بيعطس برضه اللي بالنص، أو الشخص اللي بياكل بأظافره مايكروبي جرثومي، مايكروبي، ممتاز، كثير نايس، تمام. يعني هذه الصورة زي ما حكينا بتمثل كيف متداول الغذاء ممكن ينقل مسبب المرض أو المرض للمادة الغذائية. بس ولا واحد فيهم عيونه صفراء، أنتم ملاحظين؟ يعني ما فيهم واحد هيباتايتس إيه. آه، بس اللي بالنص مسكر عيونه، نعم، بس حاط رموش اللي بالنص، ما حدا حكى لي عن الرموش. مهندسة آلاء، إذا سمحتي نعطيهم للإخوان بس ربع ساعة يناقشونا بأي شيء بالموضوع المتداولين الغذاء إذا سمحتي. تمام مهندس. زملاء أنا حاليا رح ألغي الشير سكرين عشان أقدر أنظم. تمام. في معنا مشاركتين من مهندس محمود ومهندس أحمد. نستقبل مهندس محمود. مهندس محمود معنا؟ أوكي، شكله مش معنا. نستقبل مهندس غادة. يعطيكم العافية. أنا مهندس محمود. مهندس محمود معك. مهندس. شو الاستفسارات؟ محمود الصوت مش واضح عندك. عن الضجة اللي عندك لأنه مش قادرين نسمعك. إيه؟ الو، محمود، تفضل. معكم. ترى بصعوبة افوت تعلم المنصة بسبب البرامج اللي على التليفون. تفضل، ايش سؤالك مهندس محمود؟ ايش سؤالي؟ نعم، في عندك سؤال؟ لا، بلاحظ بلاحظ عملية الاشتراك، يعني ما بعرف انه الواحد انه بحضر المحاضرة ولا لا. بس مهندس محمود، بخصوص التسجيل والمشاركة اترك لي اياها وبعدين نتناقش فيها انا وياك على الواتساب، الرقم مرفق على الاعلان، بنشوف شو المشكلة وان شاء الله يعني الامور بتنحل. معنا مهندسة غادة، تفضلي مهندسة. مهندسة غادة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير على هالمحاضرة القيمة. الله يسعدك ويعافيك. الله يكرمك. عفوا مهندس، بدي أسأل عن المستهلك، هل يمكن اعتباره أحد متداولي الغذاء؟ يعني اعتباره أنه هو ما بيغسل إيدين، ممكن يكون مصاب بمرض معين ينتقل هذا المرض للغذاء، وبالتالي ينصاب يعني في أو يصيبه لغيره، يعني ممكن برضو ينقله لغيره. شكراً لك مهندسة على هالسؤال. إذا تتذكروا إحنا حكينا إنه متداول الغذاء هو الشخص الذي يتعامل مع المادة الغذائية من المزرعة حتى وصولها إلى طبق المستهلك. يعني أنا كمستهلك إذا اشتريت الغذاء ووضعته في سيارتي وتعاملت معه بطريقة خاطئة، وصلته لبيتي وفي بيتي أكلوا منه
أهل بيتي وصار عندهم أعراض تسمم، ممكن تكون الأعراض هذه مني أنا كشخص نقلت وتعاملت مع المادة الغذائية بطريقة خاطئة. يعني في كثير من المستهلكين بيروح بيشتري المجمدات والأشياء اللي خطورتها عالية والمبردة وبحطها بسيارته وبضل 3-4 ساعات هو يشتري أغراضه الباقية، بعد هيك بيرجع لبيته، وهذا الشيء ممارسة خاطئة، وهو بذلك يعتبر أحد متداولين الغذاء. نعم. يجزيكم الخير يا رب. أهلا غالي. نستقبل مداخلة ثانية من مهندس محمد. مهندس محمد المعايط، تفضل مهندس، المايك معك. يسعد مساك مهندسي. أهلا أهلا. مهندس عبد اللطيف. أهلا حبيبي. عافية، جهودكم طيب ومباركة. أهلا فيك حبيبي حبيبي. مهندس مأمون الصياحين. جند المجهول. الجند المجهول، نعم. الله يعطيكم ألف عافية وجهودكم طيب. أنا عندي بس نمط يعني شبه مداخلة بسيطة بخصوص أنت طرحت سؤال عن المجوهرات في آخر الجلسة. نعم نعم. طيب، بحيث أنه حكيت أنه شو ممكن نعتبره تلوث إيش؟ أي مخطر نصنفه. نعم. هو يعني دققنا شوي في الموضوع وركزنا بحيث أنه هو مخطر ظاهري، فالآن هو مخطر فيزيائي. فيزيائي، نعم. أها. الآن مثل ما بنعرف أنه لو لبست خاتم أو ساعة في إيدي فهي راح تكون عبارة عن يعني زي ما تقول مجذب للأوساخ، أو مكان ممكن أنه تتجمع فيه الأوساخ، تتراكم فيه الأوساخ. 100%. بمجرد تراكم الأوساخ على حوافها الآن أصبحت مخطر ميكروبي، إضافة أنه هي بالأساس مخطر فيزيائي. تمام مهندس، صحيح كلامك. والآن هي أصلاً إذا كان معدن فهو مصنوع من مادة كيميائية، تراكيب كيميائية، فالآن إذا سقط في الغذاء وتمت معاملته يعني يتعرض لحرارة، تعرض لحموضة المواد، بعض المواد كونات حامضية قد تتفكك ويصير الهجريشن هجرة للغذاء، فالآن أصبح عندي يعني مخطر ثالث وهو مخطر كيميائي. يعني موضوع ربط وترابط وقصة يعني معقدة شوية، بس أنه هو مخطر فيزيائي وقد نعتبره مخطر ميكروبي وقد نعتبره مخطر كيميائي في نفس الوقت. أنت بتحكي صحيح مهندس، هو ما في مخطر ينبثق لوحده إلا يكون في ترابط بينهم، بس إحنا كجويلز لحالها، كمجوهرات لحالها، شو ممكن تكون مع المادة الغذائية؟ إحنا بنحكي إنها مخطر فيزيائي كونها لحالها، لكن هي شو ممكن تنقل لي؟ عادي يعني، ما هي ايدي كيد الشخص نفسه، تنقل لي الميكروب والكيميائي والفيزيائي كله، لكن احنا بنحكي كمجوهرات خاصه فقط، هي مخطر فيزيائي. احد الناس المتخصصين بالطبخ اللي احنا بنسميه الشيف، كان زمان الشيف داخل المؤسسه الغذائيه يحط التاج نيم الخاص فيه على شكل تاج موجود على صدره. فكان في عنده أحد العزائم بأحد الفنادق، فجأة بعد ما خلص تجهيز الغذاء ووضعه بالبوفيه المفتوح تبين أنه هذا الشخص فقد التاج نيم الخاص فيه، ما عرف شو بده يعمل. طلع على صالة الطعام اللي فيها البوفيه المفتوح وظل يستنى مع مين راح يطلع التاج نيم، حتى واحد من الحضور رفع صوته وصار يحكي انه هذا الغذاء ملوث وانا لقيت فيه تاج نيم. فهو اجى عنده عشان يخلص حاله من الموضوع، حكى له من باب المداعبه بانه احنا بنتشكرك، على فكره احنا كنا عاملينها مسابقه، اللي بيطلع له التاج نيم هو حضوره عندنا بالفندق مجاني على حسابي انا كشف. فهو طلع حاله من المسؤوليه، فمن يومها منعنا شيء اسمه تاج نيم او القلم الذي يحتوي على غطاء. هذا الشيء اللي ممكن اللي يعمل تلوث فيزيائي للمادة الغذائية، هذا صار ممنوع. يعني منظل نتعلم شو ما كشفنا وشو ما اشتغلنا، كل مرة نتعلم أشياء جديدة. صحيح، جزاك الله خير. يسعدك. كمجوهرات هي فيزيكال،
لكن هي شو راح تجيب معها؟ أكيد راح تجيب معها أشياء ثانية. صحيح صحيح، محاضرة قيمة، الله يعطيك. ناخذ مشاركة ثانية من مهندس إسلام. تفضل مهندس. مهندس إسلام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك يا مهندس. أهلا حبيبي. مهندس، بالنسبة للمتداولي الغذاء في المنشأة نفسه، هل هم يشترط أنهم يكون معاهم تقارير طبية أو فحوصات طبية قبل العمل نفسه مجددا مثلا؟ أو طبعا ما احنا حكينا أنه هذا الموضوع أنه هو لازم يكون حاصل على شهادة خلو أمراض. يعني احنا ممكن نعرف مثلا ايه اهم الامراض ديش مثلا؟ انا كمسؤول سلامة اغذية، انا مثلا احنا بنسميها هي الامراض السارية او الامراض المعدية، يعني هو حالي من الامراض المعدية. نعم، يعني ما فيش امراض محددة مثلا انا اطلب من تداول غذاء ان هو يعمل فحص بيها بحيث يعني ان هو التهاب الكبد، التيفويد، احيانا الاشخاص المغتربين بنعمل لهم فحوصات للسل، يعني هاي الامراض اللي احنا بنفحصوها عندنا بالمواقع الخاصه بموضوع الخارج في هذا. تمام، شكرا حضرتك. اهلا اهلا. نستقبل مداخله ثانيه من المهندس محمد المجالي. المايك معك مهندس. يعطيك العافيه مهندس. اهلا اهلا مهندس محمد. كيفك مهندس؟ الله يسعدك. بدي اسال استفسار بالنسبه للادوات الغذائيه الصحيه. احنا دائما نقول ننصح اصحاب المحلات نستخدموا الستانلس ستيل والبلاستيك الصحي اللي بيكون عليه شوكه وسكين. بيكون عليه شوكه وكاسه. بيكون عليه شوكه وكاسه والستانلس ستيل المعدات هذه. طيب بالنسبه للمعدات الثانيه كالفخار اللي نشوفها في المحلات، استخدم احيانا الفخار، استخدم احيانا ادوات نحاسيه، بستخدموا الالومنيوم، تراجع الالومنيوم، شو بالنسبه لهاي؟ انسى بالنسبه للبلاستيك فيه غير صحي احنا بنعرف فيه، بس الادوات انا بدي اسال عن المعدات النحاسيه اللي فخار الالومنيوم كثير، يعني منتشر في البيوت، منتشر في المحلات الطبخ الكبير والمناسف، يعني بنستخدم تراجع معظمها الالومنيوم، تراجع كبير للتكلفة او سعر التكلفة عليهم وكذا. شو بالنسبة لهاي المعدات؟ يعني كيف احنا يعني نعطي عليها قرار انه صحي او غير صحي؟ ممكن يكون جديدة مثلا او يكون كذا. نعرف الالومنيوم مع الجلي ببين انه بتعطي مادة غريبة يعني. فما بعرف بالنسبة للمعدات الثانية غير البلاستيك غير الصحي، الالومنيوم النحاسية، الفخار اللي بنشوفها في المحلات متداولة، شو يعني بالنسبة لها المواد؟ تمام مهندسي ألاء، لو سمحتي بس المهندس مامون كثير حاب يشارك بالجواب على هذا السؤال. بس المهندس هو already co-host، يعني بإمكانه المهندس مامون تقدر. ايش صوت من عندي؟ هيك صوت واضح. مهندس محمد المجالي يعطيك العافية. الله يعافيك مهندس. الله يسعدك. بالنسبة لموضوع السؤال عن أدوات الإعداد الطعام اللي إحنا بنطبخ فيها الطعام، أنت سألت عن الفخار والألمنيوم والنحاس. أيوة، هاي المواد طيب. يعني أحيانا استخدم في الطبخ وأحيانا عملية الطبخ، يعني هذول المواد بنشوف أحيانا في بعض المطاعم، في بعض محلات الحلويات تستخدم أحيانا النحاس، الألمنيوم، محلات الطبخ الكبيرة والمناسف الكبيرة بيستخدموا طناجو ألمنيوم الكبيرة. فما بعرف إنه أنا أحيانا يعني قريت عنهم في شيء غير صحي، في شيء ألمنيوم بحطوا عليه مواد بصير صحي، ما بعرف كيف. أنا ودي أسأل على الموضوع هذا، يعني
طيب محمد الجواب إلك، خليني أجاوبك إلك وللمهندسين اللي موجودين. هلا إحنا في عنا تصنيف عالمي للمواد اللي إحنا منطهي فيها الطعام ونعد فيها الطعام. هلا إحنا عالميا أفضل مادة لإعداد الطعام وملامسة للغذاء هي الزجاج، وبتعرف الزجاج عندنا أصناف كثيرة من الزجاج، في بعض أنواع الزجاج بنقدر نطبخ فيها داخل الفرن وبتحمل درجات حرارة عالية أكثر من 400 درجة مئوية، هذا التصنيف العالمي. وأسوأ أنواع إعداد الطعام اللي موجودة بالعالم أعتقد إنها المواد اللي أنت حكيتها الثلاث الأخير اللي هي الفخار والألمنيوم والنحاس. هلا بدي أحكي لك ليش الزجاج، لأنه ناقل حراري مناسب، لأنه ما بتأثرش بدرجة الحرارة وما في ما بيحدث تفاعل بينه وبين المادة الغذائية بغض النظر على شو كانت درجة حموضتها، شو كانت درجة حرارتها، شو كانت مكوناتها. فإحنا بنقدر نستخدم الزجاج كأفضل مادة لإعداد الطعام. هلا بالنسبة للفخار، إحنا الفخار عليه تحفظ بالنسبة لمكونات الفخار نفسه من المعادن. هلا بتنتقل المعادن الضارة وبترتفع نسبتها بالمادة الغذائية إذا إحنا طبخنا بالفخار مباشرة. هلا في بعض الدول جمعت ما بين الفخار والزجاج وعملت عملية تزجيج وطلي الفخار بالزجاج وأصبح أكثر آمن، عمل فاصل ما بين المادة الغذائية والمكونات تبعت الفخار أصلاً، أو المادة المصنعة منها الفخار أصلاً هي نوع من أنواع الأتربة. بدي أحكي لك بالنسبة للألمنيوم، الألمنيوم ما بتحمل درجة حموضة عالية وما بتحمل مكونات المادة الغذائية، بتؤدي لبعض المكونات بتؤدي للتفاعل ما بين الألمنيوم والمادة الغذائية، فبصير فيها هجرة وارتحال ما بين الألمنيوم والمادة الغذائية. رغم أنه الألمنيوم هو موزع حراري جيد للمادة الغذائية بفضله معظم الطهاة والناس اللي بيشتغلوا بإعداد الأطعمة بفضله يستخدموا الألمنيوم عشان درجة إيصاله للحرارة عالية وتوزيعه عالي، بيؤدي لإنضاج المادة الغذائية من كل مكوناتها من كل جوانبها، إلا أنه الاستخدام المستمر له بيؤدي لإذابة للمادة الألمنيوم وانتقالها من الألمنيوم إلى الغذاء. فمعظم الناس أو معظم المجتمعات اللي بيعتمدوا على مادة الألمنيوم بالطهي دائماً بتكون نسبة الألمنيوم بجسمهم مرتفعة، وهذا مسبب من مسببات المرض وبنعتبره إحنا ملوث للمادة الغذائية. هلا بالنسبة للنحاس هو نفس الطريقة، النحاس بتأثيره على الغذاء بطريقتين، نفس طريقة الألمنيوم اللي هي بتأثر بمكونات المادة الغذائية وممكن إنها تصير المواد المكونة للنحاس تنتقل للمادة الغذائية وبترتفع نسبة النحاس بأجسام المستهلكين لهاي المستخدمين لهاي المواد بإعداد الطعام. في الضرر الثاني للنحاس اللي هو التأكسد بفعل العوامل الجوية. هلا النحاس نفسه لو احنا ما استخدمناه لفترة طويلة رح تيجي تلاقي انه عوامل الجو عملت تفاعل ما بين النحاس وتأكسد النحاس، فبالتالي اذا احنا استخدمناه بدون ما ننتبه للون النحاس وما تم تبييضه او التخلص من هاي الطبقة اللي موجودة عليه ممكن يسبب تسمم. يعني النحاس نفسه ممكن يسبب تسمم بالنحاس للناس اللي بيستخدموا الأواني المصنوعة من النحاس بشكل مستمر أو حتى بشكل متقطع بدون إجراء عمليات تنظيف وطلي للنحاس. هلا بالنسبة للنحاس كمان هو ناقل حراري جيد، في بعض المواد الغذائية أو الطهاة بقول لك إنه أنا ما بيزبط معي إنه أنا أعمل الطعام إلا بهاي، خاصة مصنعين الحلويات والناس اللي بيستخدموا مواد سكرية، فمنلاقي إنه أدوات النحاس بمصانع السكاكر موجودة باستمرار ولازم يستخدموها لأنه صناعتهم ما بتزبط إلا فيها، إلا إنه إحنا بنلزمهم إنهم يعتنوا بهذا الأواني ويفضل استبدالها بالستانلس ستيل. الستانلس ستيل هي مادة من اسمها ستانلس ستيل يعني لا تتعرض للصدى، تتحمل درجات حرارة عالية، تتحمل عوامل الجو، تتحمل مواد التعقيم، تتحمل المواد الكيماوية،
وبتتعرض لدرجات حرارة عالية بدون ما تتحلل مكوناتها بفعل الحرارة. فعشان هيك احنا بنختار الستانلس ستيل بسبب الأسباب اللي حكيتها، والمسامية تبعته، النعومة تبعت المسامية اللي ما بتعرض فيها تصنيع المادة الغذائية لتكاثر، ما إلها خشونة، بتكون ناعمة وسهلة التنظيف. يعطيك العافية مهندس على المعلومات القيمة هاي. الله يسعدك. تسلم تسلم مهندس. يعطيك العافية مهندس مامون. الله يعافيك. في سؤال ثاني كمان بتحب تجاوب عليه؟ أشكر. يلا خلينا نشوف مين بده يسأل. سوري كان عامل ميوت. ناخذ مداخلة أخيرة من مهندسة ميسم. تفضلي مهندسة. مهندسة ميسم. مهندسة ميسم. سمعيني؟ لا سمعينك. يعطيكم العافية. هلا سؤالي إنه المنشأة الغذائية بتجبر كل العمال يكون عندهم شهادة خلو أمراض، ولا هي محددة لجنسيات معينة؟ مثلا مرة سمعت إنه السودانيين ما بيطلع لهم عندنا شهادة خلو أمراض، فحاولت أتأكد من الموضوع وما عرفت بصراحة. يعطيك العافية مهندس ميسم. الشخص المتداول بالغذاء هو شخص بني آدم، ما بهمني شو جنسيته، ولا بهمني شو لونه، ولا بهمني شو دينه. الشخص المتداول بالغذاء هو شخص متداول بالغذاء. لازم يكون معه شهادة خلو أمراض. والناس اللي بيجوني من برا البلد في لهم فحوصات خاصة قبل ما يدخل البلد أصلا، عشان يكون هذا الشخص آمن للتعامل مع الناس الثانيين مش بس مع الغذاء. كل الناس لازم يكون معهم، أي إنسان يتعامل مع المادة الغذائية يجب أن يكون حاصل على شهادة خلو أمراض. وأصلا خالد من الأمراض. نعم. تمام يعطيك العافية. أهلا بك. نأخذ آخر مشاركة من مهندسة لميس. المايك معك مهندسة. يعطيكم ألف عافية جميعاً، وشكراً مهندس على هاي المحاضرة القيمة. الله يعطيك ألف عافية. في عندي سؤال بالنسبة للمستهلك. هلأ مرات في أنواع بكتيريا الانكوبيشن بيريد تبعتها ممكن تضل 5 أسابيع، فأنتوا بالمواصفات والمقاييس أو كوزارة الصحة كيف ممكن تعرفوا أو تحددوا المكان اللي صار فيه تسمم، خاصة إذا الانكوبيشن بيريد كانت طويلة؟ مثل إيش لميس؟ في مثلاً الليستيريا ممكن تضل من 5 أيام لـ5 أسابيع الانكوبيشن بيريد تبعها، صح؟ هسا منشوفها احنا، ما في جزئية رح نحكي عن هذا الموضوع، بس انا لا ما قرأت شيء، بس خلينا نتأكد منه هلا بس نحكي عنه، لانه احنا حكينا بحدود 48 ساعة، بس في اشياء الانكوبيشن بيريد تبعها كتير اكتر، فقديه صعوبة انه نحدد المكان اللي صار منه تسمم اذا الانكوبيشن بيريد ممكن توصل لاسبوع او اكتر؟ هذا السؤال. تمام، هلا منجاوبك عنه بالمحاضرة او بالفقرة اللي بدنا نحكيها هلا بعد شوي، لأنه إحنا راح نحكي عن مسببات الأمراض وفترات الحضانة والأشياء هاي بشكل مفصل. تمام، شكراً كتير، يعطيك ألف عافية. أستاذك. تمام مهندس، هلأ أعمل شير سكرين للدليل ولا شو الخطوة؟ لا مش للدليل، هلأ بحكي لك لإيش. في عنا عنوان ألاء اللي هو دليل التعامل مع فاشية، تصنيف ولا الدليل؟ تصنيف الأمراض المنقولة. نعم دقيقة.
واضحة الصورة؟ نعم. زملائنا شايفين هذا التصنيف اللي احنا حكينا عنه امبارح على فكرة، كيف صنفنا ايش المرض وايش العامل المسبب فترة الحضانة. اذا منشوف اللي حكت عنه لميس اللي هو الليستيريا، فعلا هو من 4 أيام لواحد وعشرين يوم كأفرد ممكن انها تظهر عندنا الاعراض. بس اذا منلاحظ ايش العوامل التي ممكن ادت الى هذه الفاشية، اللي هو عملية الحفظ المبرد لفترات طويلة أو الطبخ أو البسترة غير الكافية. الحفظ المبرد لفترات طويلة بس بتكون درجة حرارة التبريد يعني غير مناسبة أو أعلى من درجة حرارة التبريد، عشان أجاوب لميس طبعاً إحنا بنحكي، وبتكون درجة حرارة داخلة بالدينجر زون، والدينجر زون زي ما إحنا عارفين منطقة الخطر هاي كما حددتها منظمة الصحة العالمية هي from 5 to 63، من 5 درجات مئوية إلى 63 درجة مئوية، فبتكون هي ضمن درجات الحرارة المبردة تقريبا 8 و9، بس هي بتكون محفوظة مبردة لفترات طويلة. هنا ممكن يكون في عندي مسبب مرض اللي هو الليستيريا، وإذا كان المادة الغذائية مطبوخة أو تم بسترتها بطريق بشكل غير كافي أو المدة الزمنية غير كافية أو درجة الحرارة غير كافية، هنا برضو بيأكد على أنه في عندي وجود ليستيريا بالسلطات والمرتديلا بأنواعها بالحليب والأجبان الطرية. فإحنا كيف بدنا نحدد كمفتشين بأنه عندي مشكلة بهذا الموضوع؟ إحنا منحاول يا مهندس لميس وجميع زملائنا إننا نأخذ عينات من منتجات من المواد الغذائية التي تم إنتاجها قبل عملية الكشف بأسبوعين على الأقل، عشان أنا أتأكد إنه العمليات التي تمت قبل أسبوعين هل هي صحيحة أم لا، لأنه إذا ما كان في عندي بسترة أو طبخ بشكل مناسب راح يكون في عندي الليستيريا، وإذا المواد اللي محفوظة لفترات طويلة راح يكون فيها عندي الليستيريا. فأنا بهيك حالة لما بيكون عندي عزل داخل المستشفى يبلغني الطبيب أو فريق الاستقصاء الوبائي بأنه أنا تم عزل الليستيريا من العينات اللي تم أخذها من المصابين، لازم أخذ عينات من المواد الغذائية اللي بتكون محضرة من 14 يوم على الأقل، كون هذا الميكروب ما رح يشتغل لي على إشي سريع، يعني ما رح يشتغل على إشي مطبوخ بشكل جيد داخل المطعم، هذا الشيء رح يشتغل على مواد غذائية تم تحضيرها مسبقاً بطريقة غير جيدة، ومنركز كثير فيها بموضوع الحليب ومنتجاته أو الألبان والأجبان ومنتجاته. فبهيك حالة إحنا بنقدر نحدد إنه كان في عندي الليستيريا أو لا. بدك تحكي شيء مهندس مامون؟ بدي احكي كمان شيء المهندس مامون، نسمعه لو سمحتوا. مهندس لميس، بدي احكي لك شغله اساسيه بموضوع التصنيف الامراض المنقوله بالغذاء حسب الاعراض. هلا اذا انت بتطلعي على العنوان كحدد لك اياها انه بسبب المسبب المرضي احنا بنحدده من ناحيه الاعراض. هلا هذا التصنيف اعتقد انه لازم يكون موجود معنا باستمرار كمفتشين او كعاملين في قطاع الغذاء كمرجع. هلا احنا عاده بنحدد التسمم الغذائي او بنشك بالمسبب من الاعراض، فلازم نركز على موضوع الاعراض باستمرار. هلا في عندنا بعض الاعراض اللي بتتعلق بالتسمم بالليستيريا او الامراض المنقوله بالغذاء والمسبب تبعها الليستيريا، من هي الاعراض عاده بتكون معويه. الليستيريا عاده بتنتقل للغذاء عند التلامس المباشر اما مع الانسان او مع الحيوان او مع الاتربه مع الارض.
معظم محاصيلنا الزراعية من بقوليات، من مواد تدخل بصناعة البهارات، الأشياء اللي نستخدمها بتحضير الطعام عادة بتكون ملوثة بالليستيريا، ولما ما توصل إعداد الطعام لدرجة حرارة بتكفي للقضاء على هذا على هاي المسببات، بالتالي بتنتقل هاي المسببات للإنسان. هلا في عنا عرض دائما بنحدده بالليستيريا، إنه الأعراض عادة بتكون معوية. احفظي جدول اللي موجود من ناحية الأعراض، شو المسبب وشو الأعراض اللي بتكون عادة موجودة. منحدد المتسممين بالمادة الغذائية لما نشك بالليستيريا، منحدد شو هي الأعراض ومنحدد من الأعراض شو نوع المسبب، بعدين نتأكد بفحص مخبري. هلا بالنسبة للليستيريا عادة بكون المصدر تبعها الاتصال مع البراز، إما كان بشري أو حيواني، أو بكون العامل بالمنشأة الغذائية بيستخدم الحمام بدون ما يغسل إيديه بالمرة، أو ما يغسل إيديه بطريقة كافية أو صحيحة. في مسبب الليستيريا عادة إحنا بنحدده بتعلق بالولادة المبكرة عند الحوامل، يعني الجرثومة قادرة على إجهاض الحوامل وتعريضها للولادة المبكرة، فهي أكثر إشي خطر من هاي المادة على النساء الحوامل والأطفال. عادة بكون المسبب قوي وأعراضه حادة، وبتعرفي إنه الأعراض بتحكم فيها العوامل البشرية من ناحية المناعة والعمر. بالنسبة للستيريا إحنا أكثر إشي عندنا بالغذاء والدواء بنعزلها بالمواد الغذائية الملوثة بمخلفات الحيوان، بتظهر عندنا كثير بالبهارات، بتظهر عندنا كثير بالمحاصيل الزراعية لما تكون تم الحصاد والتجفيف وتعرضت للطيور والتلامس مع الحيوانات والتعرض لبراز الحيوانات. فهذا الجدول أعتقد أنه هو أهم جدول بالمحاضرة، أو أهم جدول بالإشي اللي إحنا بنشتغله، اللي لازم نشتغل عليه بالميدان، أو لما يصير عندنا تسمم غذائي لازم نرجع لهذا الموضوع. إحنا بالنسبة لشبابنا لما يطلعوا على إشي بتعلق على مشكوة بتتعلق بتسمم غذائي، بندرس الأعراض وبنحاول نحلل المسبب من الأعراض. هاي أهم أشياء ممكن إنه أنت تأخذيها بالحسبان لما تكون في مشكلة لفاشية الأمراض المنقولة بالغذاء اللي إحنا بنسميها التسممات الغذائية. شكراً كثير مهندس. هلأ هو كمان في سؤال، يعني إنه هل أنت كمؤسسة قادر بسهولة إنك تلاقي المكان اللي صار فيه هذا الخلل بسهولة، يعني بتلاقي خاصة إنه الانكيبيشن بيريد عم بتوصل هالقد مدة طويلة، ولا بيكون في صعوبة بالموضوع؟ يعني بدك تتذكر، أو هدول مثلاً اللي إجوا اشتكوا بدهم يتذكروا شو أكلوا مثلاً قبل 21 يوم، يعني كثير إشي صعب عليكم صح؟ صح. مهندس عبد اللطيف. أنا آسف، يمكن الصوت هسه رجعت للميوت، أنا آسف كنت عامل ميوت. لميس، هذا العمل يقوم به فريق الاستقصاء الوبائي داخل المستشفى، يعني هم اللي لازم يأخذوا إيش تذكر المريض للطعام الذي تم تناوله خلال الفترة الماضية، مش الغذاء والدواء. الاستقصاء الوبائي هو اللي الوبائي بالمستشفى، إحنا اللي نقوم بالاستقصاء الغذائي. فإحنا حكيت لك في كثير من المنتجات اللي فيها الليستيريا بتكون محضرة أصلاً مسبقاً، وخاصة منتجات الألبان والأجبان، أو زي ما حكى لك المهندس مامون البهارات، أو المحاصيل الزراعية اللي بتكون مروية بمياه ملوثة أو فيها أو التراب نفسه ملوث. إحنا لازم نحدد زي ما حكى لك مامون، نحدد مسبب المرض عن طريق المستشفى، بناء ما زي ما حدد لي مسبب المرض المستشفى أنا بشتغل عليه، راح أحاول إني أجمع عينات قدر المستطاع من المواد اللي جاهزة أو المحضرة ومغلفة ومعبأة من أسبوعين لا تقل عن أسبوعين، ولازم أخذ عينات من المزرعة، لازم أخذ عينات من مصنع البهارات، لازم أخذ العينات من المصادر الرئيسية.
عشان هيك مش راح تكون بس المنشأة الغذائية المستهدفة بموضوع الليستيريا بالذات. تمام لميس؟ تمام مهندس، شكرا كثير لك، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا ميس. تمام مهندس. زملائنا حدا عنده أي استفسار أو مداخلة تانية قبل لا ننتقل للموضوع الثاني؟ بدي أأكد على شغلة بس ألا زي ما حكى لكم زميلنا المهندس مأمون، هذا الجدول كثير مهم، كثير مهم إن نحفظه، كثير مهم إن نضل متابعينه، كثير مهم إنه يرافقني بالجولة التفتيشية اللي أنا بدي أروح أعمل فيها استقصاء غذائي. يعني ما يغيب عن عيني أي شيء بهذا الجدول، لأنه هو كثير بيساعدني على إنه أنا أعرف إيش العوامل اللي ممكن أدت إلى هاي الفاشية، وإيش العينات الغذائية اللي أنا، أو بيساعدني إني أعرف إيش العينات الغذائية اللي أنا لازم أخذها، كله مقترن بالأعراض التي ظهرت عند الأشخاص بفترات الحضانة وتحديد العامل المسبب من فريق الاستقصاء الوبائي بوزارة الصحة. هذول هذا الجدول كثير مهم، أتمنى من الجميع إنه يكون يعني يحفظه ويظل يتابعه باستمرار، وأي إشي أبديت عليه إحنا دائما بإذن الله متعاونين بالنقابة، راح نزود النقابة إن شاء الله. مهندس، في سؤال من مهندسة إسلام على الشات بوكس تسأل: هل يوجد عدد معين لمسبب المرض يؤدي إلى حدوث التسمم والأعراض؟ طبعا أكيد، يعني مستحيل إنه يكون عندي هذا العلم، هذا العلم علم طبيب، يعني هو مستحيل إنه يكون عندي المايكرو أورجانيزم بالغذاء بيؤدي إلى تسمم إلا يكون عندنا رينج معين. يعني إحنا بالفحوصات الميكروبية أو الحدود الميكروبية، إحنا بنسميها الحدود الميكروبية للغذاء الجاهز للأكل أو للأغذية بشكل عام، هذه الحدود الميكروبية مصنفة حسب المواصفات، يعني مسموح إنه يكون عندي عدد معين للبكتيريا بكل سنتيمتر مربع للمادة الغذائية، ما يزيد عن هذا الحد، لكن إذا زاد عن هذا الحد ممكن يؤدي إلى حدوث تسمم، لكن هو إذا كان ضمن الحدود أي معاملة حرارية أو راح تكون كافية للقضاء على هذا الميكرو. تمام. في سؤال من مهندسة رابية: ما الفرق بين الاستسقاء الوبائي والغذائي؟ وين كانت هي مبارح؟ لأنه إحنا هذا الكلام حكينا عنه مبارح، بس راح نجاوب فبتأمر. الاستقصاء الوبائي هو ما يقوم به زملائنا في وزارة الصحة. يعني الاستقصاء الوبائي هو سؤال المريض عن الأعراض التي تظهر عليه. 2، عمل عزل لعينات برازية لهذا المريض لتحديد مسبب المرض. 3، أخذ السيرة الذاتية التي سيرة الطعام الذي تناوله هذا المريض خلال فترة لا تقل عن 7 أيام، يعني بيسألوا شو أكلت اليوم، شو أكلت امبارح. بناء على هذه المعطيات يسمى هذا الموضوع استقصاء وبائي. بناء على هذه المعطيات يتم تبليغنا من هذا الفريق الذي يقوم بالاستقصاء الوبائي، ببلغ المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأنه ها عندي مريض تظهر عليه أعراض تسمم أو لا، إيش البكتيريا أو إيش مسبب المرض اللي أنا عزلته بهذا المريض، من وين أكل، شو أكل، يعني إحنا بهمنا المكان ونوع الطعام، من وين أكل وشو أكل وإيش العامل المسبب، وإنه هذا المريض ظهرت عليه الأعراض بعد أسبوع، بعد يومين، بعد 24 ساعة، بعد ساعتين، راح يحدد لي فريق الاستقصاء الوبائي كل هذه المعطيات، وأنا بناء عليها بروح بشتغل على موضوع الاستقصاء الغذائي. يعني بروح بعمل كشف موجه للمؤسسة الغذائية، بحدد فيه شو العينات اللي أنا لازم أخذها، وين الأماكن اللي أنا لازم أركز عليها بالكشف، إيش المواد الغذائية اللي لازم أركز عليها. هذا الموضوع إحنا بنسميه الاستقصاء الغذائي، إيش الإجراء
اللي أنا لازم أعمله مع هاي المؤسسة الغذائية بالنهاية عشان أنا أكتب تقريري والفريق الاستئصال الوبائي يكتب تقريره عشان نعتمد إنه هذه حالة فاشية مرض وصلت من منشأة غذائية أو من مكان معين لا أشخاص معينين. يعني إحنا فريقين متكاملين مع بعضنا البعض. بس إحنا أنا ما بسأل المريض، اللي بيسأله الطبيب. أنا ما بحدد شو العين البرازية اللي عند المريض، إيش مسبب المرض اللي طلع فيها، الطبيب اللي بيحددها. أنا بقدر أحدد إذا هذا المسبب موجود بالغذاء اللي أكله هذا المريض فعلا ولا لا باستقصائي الغذائي. سؤال آخر من مهندسة وفاء، شو أهم الميكروبات اللي ممكن تنتج من المخللات إذا ما كانت معقمة صح؟ إذا ما كانت المخللات معقمة بطريقة صحيحة، إيش الميكروبات اللي ممكن تطلع منها يعني هيك؟ يس. يعني هو على الأغلب راح يكون فيها أعفان، هذا أهم شيء طبعا. موضوع المخلل راح يكون في عندي أعفان ظاهرة، لأنه الميكروبس كبكتيريا يعني العفو من النادر إنها تكون بالمخلل كونه في عنا عامل حفظ قوي جدا وهو الملح. نعم مهندس، ما أنا بقولها خمائر وعفان، اللي هي الخمائر والأعفان فقط. ليش؟ لأنه البكتيريا يعني صعب إنها تعيش بدرجات الملوحة العالية والحموضة العالية طبعا. يعني راح يكون عندي خمائر وعفان، هاي المايكرو أورجانيزم اللي موجودة بالمخلل. ما الفرق بين العدوى بالغذاء والتسمم الغذائي؟ سؤال من المهندسة إيمان. نفس الموضوع، لأنه عدوى الغذاء هو الغذاء يقوم بنقل مسبب مرض للمستهلك، والتسمم الغذائي هو وصول مسبب المرض للمستهلك عن طريق الغذاء. يعني هو بالنهاية عندي مرض أو بين قوسين تسمم سبب الغذاء. يعني العدوى هو انتقال من عائل لعائل. في سؤال من مهندسة ألاء بس مش كتير واضح لإلي، إنه ممكن نصنف أكثر ميكروبي ممكن يكون خطر أو أخطر، ميكروبي أو كلهم نعتبرهم خطرين؟ مش عارفة، بس أتوقع هي قصدها إنه ممكن نصنف الميكروبات لا خطورة قليلة أو خطورة أو أكثر خطورة. في عندي إحنا ما يعني ما بنقدر نحكي إنه والله هذا خطير كثير وهذا خطير شوي، لا. كل الميكروبس ممكن تعمل عندي مرض، أو كل الميكروبس ممكن تعمل عندي تسمم. بس في تسممات بتكون أعراضها قوية، يعني زي الليستيريا اللي كنا نحكي فيها مع ميسم. تخيل يعني هي بتعمل إجهاض وبتعمل عندي التهاب سحايا، عندي الكلوستريديوم بوتولينيوم اللي موجود، اللي هو البكتيريا اللاهوائية اللي موجودة في العبوات أو في الطعام المعلب، أو يعني هذه برضو بكتيريا خطيرة جدا. إحنا ما بدنا نحدد مين الأخطر ومين اللي مش أخطر. إحنا بهمنا بمحاضرتنا كاستقصاء غذائي أن أمنع وصول مسبب المرض للغذاء، ثم منع وصول مسبب المرض من الغذاء للمستهلك. هذا اللي بيهمنا. المهندس مامون بده يضيف إضافة بس. مهندس بدي أحكي لك بالنسبة للإجابة على السؤال. هلا إحنا من العوامل المسببة والميكروبات المسببة للتسمم الغذائي أعلى درجة خطورة للمسببات اللي بتأثر على الجهاز العصبي. التسمم البوليتيني اللي بيصير بالعلب المعدنية من أخطر أنواع التسممات الغذائية اللي بتنتقل بالغذاء المعلب، أثرها شديد على الجهاز العصبي وأحياناً بتؤدي إلى الوفاة خلال أقل من ساعة، فهي تعتبر من أخطر المسببات المرضية اللي ممكن تنتقل عن طريق الغذاء. تمام، بس مهندس عبد اللطيف المايك. يلا معاك. زملائنا حدا ضل عنده أي استفسار قبل ما ننهي؟ يس.
مهندس آلاء، ممكن أنا أسأل الشباب اللي موجودين والصبايا اللي موجودين معنا بالشات اليوم، إنه المسببات اللي إحنا مش المسببات، المواد الملوثات اللي موجودة بالغذاء صنفوها لكيماوي وفيزيائي وجرثومي إشي زي هيك. هلا بالنسبة لوجود الشعر بالمادة الغذائية، شبابنا هون بيعتبروه مسبب أو ملوث فيزيائي ولا جرثومي؟ هاي فيزيائي 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 هو الاثنين. هو الاثنين يعني، هو نعم سامعينكم من هنا. هلا الجزء من الموضوع كله انه الملوثات ممكن تكون مرتبطه اكثر من نوع بنفس الوقت، وممكن انا اعتبرها ملوث فيزيائي وبنفس الوقت اعتبرها ملوث جرثومي. بس انا لما تكون الملوث بيحتمل اكثر من وجه. مهندس مأمون مش سامعينك الصوت كثير. مايك مهندس مأمون. هلا الملوثات اللي بتحتمل اكثر من وجه زي وجود الشعر بالماده الغذائيه هو فعلا الاثنين مع بعض، ممكن اني اعتبره ملوث فيزيائي وممكن اعتبره ملوث جرثومي. بس انا هون بتطلع على انه هو ملوث جرثومي لانه احنا هون برضه بنرجع لدرجه خطوره الملوث. احنا كل شيء بنرجعه لدرجه الخطوره، اهم عامل من العوامل اللي احنا من ندرسها بالغذاء الملوثات الجرثوميه بالمرتبه الاولى، لأنه زي ما حكينا هذا الجدول اللي بيشمل المسببات وفترة الحضانة والأعراض هو عادة بيرجع للجرثومي. فالملوثات الفيزيائية بتحتمل أنها تكون رح تكون فيزيائية وجرثومية بنفس الوقت، فإحنا بنتوقع على أنها جرثومية لأنها أشد خطورة. مهندس مدى أسألهم سؤال برضو. ألا أنا بدي أسأل سؤال بس لزملائنا ونشوف الإجابة. المهندس تمام. السؤال احنا حكينا عن ثلاث انواع من انواع الملوثات اللي ممكن توصل من البيئه او من الماده الغذائيه للمستهلك بغض النظر، المهم بالنهايه راح توصل للمستهلك. في عندنا ملوث رابع احنا ما بنعتبره فاشيه كونه مين صار مجاوب؟ ما شاء الله تبارك الله، كله ما شاء الله سريع. إذا إحنا نعتبره أحد مخاطر الغذاء، ما يعني ونوع من أنواع التلوث للناس اللي عندهم تحسس. صحيح الكل بجاوب صحيح، ممتازين ما شاء الله عليكم، يعني مهندسين زراعيين شاطرين. فإحنا بس ما بنعتبره فاشية مرض. يعني ليش؟ لأنه هذا التلوث أو هذا المخطر ما بينتقل من متداولين الغذاء للغذاء من ثم للمستهلك، ولا بينتقل من الغذاء للمستهلك العادي، هو بينتقل من الغذاء للمستهلك اللي عنده تحسس فقط. يعني وهو بالأصل مش مصدر، مش مسبب مرضي، يعني هو مش مسبب مرض لكل الناس، هو مسبب مرضي للناس اللي عندهم تحسس، سواء هذا كان التحسس من السمك، من الحليب، من الجلوتين، من أي شيء، أي نوع من أنواع التحسس، الفول إلى آخره. هذا بنعتبره أحد مخاطر الغذاء اللي ممكن تصيب الناس اللي عندهم تحسس، لأنه مخطر اعتبرناه نوع من أنواع تلوث الغذاء بمسبب مرضي ممكن ينتقل للناس اللي عندهم تحسس. بس هذا ما بنحكي له فاشية مرض، يعني ما بنعمل له استقصاء غذائي، يعني ما له دخل بموضوع الاستقصاء الغذائي. بس لازم نركز على انه هو نوع من انواع المخاطر اللي ممكن تنتقل من الغذاء للمستهلك. نعم، يعني زي ما حكى المهندس مأمون، هو بهمنا السيره المرضيه الخاصه بالشخص اللي صار عنده اعراض. بيروح شخص على مستشفى اكل طعام معين ظهرت عليه اعراض تختلف عن الاعراض اللي احنا بنعرفها اللي هي الاسهال والاستفراغ والى اخره، ظهر عليه تقرحات جلدية بأشياء بعيونه إلى آخره،
انتفاخ بالقصب الهوائية إلى من هذه الأعراض اللي بتحدث للشخص اللي عنده تحسس. هذه مباشرة إحنا بنعرف إنه هذا الشخص عنده تحسس من نوع معين من أنواع الغذاء، بناء على ذلك ظهرت عنده هذه الأعراض، بس هو مش متسمم غذائيا. أنا بدي أروح أشوف المؤسسة الغذائية اللي أكل منها وعاملها معاملة الاستقصاء الغذائي اللي كنا نشرح عنه مبارح واليوم. تمام. أنا إذا عنده حدا سؤال من جابه، إذا ما عنده حدا سؤال إحنا راح ننهي اليوم ونكمل بكرة بعد بكرة. في سؤال عبد اللطيف، إنه إحنا منحاسب المنشأة الغذائية إذا ما أعلنت عن مسببات الحساسية؟ منحاسبهم، لازم تكون بطاقة البيان تحتوي على تحذير بالنسبة للحساسية للمسببات الحساسية اللي دائما موجودة، أز الجلوتين وأنواع التحسس مثل الصويا واللاكتوز. لأنه الحساسية بتعتمد على عدم وجود أنزيم قادر على التعامل مع المادة البروتينية اللي بتم تناولها من خلال الطعام. لا يعتبر ملوث كيميائي. هو مش لازم يكتب في هون سؤال في جملة شفتها، هو مش لازم تكتب معلومات الحساسية، هو لازم يذكر بشكل واضح إنه هذا المنتج يحتوي على حبوب أو قمح، يحتوي على اللاكتوز فقط. الشخص اللي عنده التحسس من اللاكتوز بس يقرأ هذه العبارة خلاص ما بيأخذ هذا المنتج. ألا معنا؟ معك مهندس. إذا حدا عنده سؤال من جابه، إذا ما حدا عنده سؤال بدنا ننهي إذا سمحتي. زملائنا حدا عنده أي استفسار أو مداخلات قبل ما ننهي؟ تمام مهندسين، الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله لنا لقاء غدا على نفس الموعد من الساعة 5 للساعة 7 إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. يعطيك العافية مهندس عبد اللطيف ومهندس مأمون. الله يعافيك، الله يسعدك مهندس، الله يعطيك العافية جميعا زملائنا. يعطيك العافية جميعا.